مشاهدي قناة باستارز، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم. قدم الفنانة منى الحدلي عرض غنائي لإحدى المؤسسات الناشئة بحضور العديد من المؤثرات كمالك جيريو وبشرى بن عياش وغيرهن، وقد استعرضت كل منهن إطلالتهن مع متابعيهم. ومن لكم أحلى سلام لأحلى متابعين في العالم، اشتركوا في القناة، فعلوا الجرس وانتظروا كل جديد على قناتكم باستارز.